وده كان لقاء زميلنا محمد توفيق مع معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه يعني كان عندنا شويه اخبار او خدنا من كلامه شويه اخبار مهمه، واللقاء ده مهم. طبعا انتوا عارفين طبعا معالي الوزير العمري فاروق كان وزير سابق وهو رجل دوله، والحقيقه اشاد بدور القياده السياسيه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتح ملفات عديده في وقت واحد. اشاد بده وقال ان ده بيديهم الطاقه الايجابيه اللي يقدروا بيه يحققوا المزيد من المشروعات والملفات في وقت واحد، وقال لنا ان هناك مفاجات اخرى لجمهور النادي الاهلي لن يتم الاعلان عنها الا في وقتها. قال كمان ان النادي الاهلي سياسته واضحه انه لا يعلن عن شيء الا بعد انتهائه، فاذا في امور كتير هتحصل وتعاون وتلاحم اقتصادي مع شركه استداد هيتم الاعلان عنه تباعا. لا قال اتكلم عن العمل على وجود او تواجد النادي الاهلي في العاصمه الاداريه، وبالفعل كابتن محمود الخطيب اشتغل في هذا الاتجاه طبعا، وكان مع الاستاذ العمري فاروق في دراسه هذا الامر بحيث النادي الاهلي يكون في العاصمه الاداريه الجديده. وطبعا قال ان افتتاح المرحله الاولى من فرع الشيخ زايد هيكون قريبا على مساحه 50 فدان، وده الحدث طبعا هيكون كبير لان طبعا فرع التجمع هيبقى فرع كبير وهيضم وهيخدم اعضاء كثيرين. وقال توسعه مقر النادي الاهلي في الجزيره، يمكن في جزء في ملعب الكره سيتم او مدرجات سيتم الاستغناء عنها وهتخش جوه مساحه النادي الاهلي، وشغالين على هذا طبعا المشروع الكبير. والانشطه طبعا الرياضيه ودعم الفرق حصل بشكل كبير، شفنا موسم ميركاتو كبير لدعم الالعاب الاخرى سواء سله طايره يد، وقال ان ممكن يبقى في بعض الاهتزازات في بعض النتائج ولكن بيتم العمل سريعا على تقويمها. وقال طبعا حاجه طبعا احنا فخورين بيها انه اشاد بقناه النادي الاهلي وتغطيتها لحدث اليوم والاحداث الاخرى. يجي ساره بتهيألي يمكن لقاء مهم، معالي الوزير طبعا بيحب دايما يدي زي ما بيقولوا كلام يعني في الجون او الهلاك في الجون بلغه الكوره بالرياضه في الجون الحقيقه.